قطعات والو. شوف هذيك مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في البث مباشر من مدينة الدار البيضاء والروينة الروينة الروينة الروينة. يا الله أم الدار، يعني شوفوا هاد الاشغال الروينه اللي تثبات فيها في الطريق، اشغال روونات مدينه الدار البيضاء وروونات الطريق. يعني السبب الاول والاخير ديال الفوضى هي الاشغال، ملي ما كانش اشغال كانت الطريق هنا كتكون مسرحه. مشاهدي قناة شوف تيفي، هذا هو الوضع هنا بمنطقة إدريسية، ونقول لكم إلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.